إقصائية بطولة المغرب قلمي. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا خيرهم وابعد عنا شرهم. لولا هاد الحكام او هاد الكله ديال الحكام اللي حكموا اليوم، ما كانش غادي تكون هاد الاحصائيات نسبيا، هاد النجم ما كانش غادي. مرحبا بكم في فيديو جديد، رجعنا لكم في إقصائية بطولة المغرب. احنا دابا مع 8 ديال الصباح، ويلا عاد فقت المسائل اللي وجدتهم البارح. نهار الميزان البارح داز مزيان، ما قدرتش نصور لكم حيت كان شويه ديال فيكتيف، وشويه كان واحد البلاصه اللي ماشي قاعه مغطاه كما كنا متعودين. اضطريت بانني نخلي بارطاج غير في الانستغرام، بارطاجيت معكم، فالناس اللي متبعيني في الانستغرام عارفين، وها هو كان بارطاجي فيه كاع الحصص وكاع اللحظات اللي يوميا. الباتج ديالي ها هو 58 هذا العام، ورجعنا ليها نشوفوا ان شاء الله فيها خير. ما كنتش بروغرامي كاع نلعب في 58 حتى لاخر لحظه لقيت الميزان نقص بدون شعور. البارح كانت هنا لقيتها 59، يعني على كيلو، وطرينا ان شاء الله نغامر في 58 نرجعو ليها ان شاء الله. كنشوفو بانه يكون واحد النيفو مزيان كما شفنا في النسخه ديال عصبه السوس، كان بعض المباريات اللي نيفو عالي. ان شاء الله عاوتاني هنا يكون واحد المستوى ودوز الامور تمام. اليوم كاين نهار واحد ديال اللعب، باه كلشي وزن، اليوم كلشي غادي يلعب، و حيت العدد قليل، وان شاء الله يدوز كلشي مزيان وما تكون حتى شي اصابات. دابا خصني نمشي دابا للصاد، كاينين داي كاينين تما مجموعين، غادي نفطو مجموعين ونهبطو للقاعة. انا الوحيد دابا، شحال الساعة دابا؟ دابا معطل بزاف، بحال اللي شفتو في القصاية ديما معطل. دابا 8:35 خصني ضروري نهبط، و ديك الساعتين نشوفو اللي كاين. دابا غنمشي خصني نخرج مسائل كلشي باي، الصاك ديالي وجدتو من البارح، جمع فيه التيفيات، جمع فيه كلشي، كاع ديت داكشي الطوبوك، داكشي كامل البارح باش انا كنفيق، خصني نكون ناضي. هادشي اللي كاين. عندي واحد الصاك ديال الكسف، هو عندي فوق كتفي، في قاع ديال الماء، في شي حاجة غادي نحتاجها، الفيتايشات او الكاسك هنا كيتشارجا. anyway بلا ما نطول عليكم، خصني دابا نخرج دابا نمشي لاصال، تلقاو تما، يلا. أنا غيفي وصلنا للقاعة، هي القاعة 9 ديال الصباح تقريبا، حنا الأولى، يلا دخلنا باقي ما جا حد. دايا هما أمورهم تمام، ماشي بخير. الكوتش كاعي، سمعوا الكوتش ديالك كيفاش كيهضر. غتمشي تا لهنا عاد ترجع، واحد لا موتيفاسيون كتحس بيها مع الصباح كدوناي. ان شاء الله ما غاديش يكونوا الماتشات بزاف، غيمكن سالو بكري حيت المغرب فايت شتو قصايه المغرب فايت مع السالينا تقريبا 4 ديال العشيه قاع اخوات. دابا نكونوا ان شاء الله نسالو بكري، ماشي بحال ديال سوس تعطلوا، واخا لاعبين بوحدهم تعطلوا بزاف، مسالو تقريبا حتى شي 10:30 ديال الليل. شوفوا الداي علي طاري، مسوقي فينا هو
لابد لكم الطلحه فمك المسوق عندك اصاحبي اش كاين هاني الله يوفق ان شاء الله الشباب والشابات سي غايس ذا بوس از هير سي صباح الخير سي المدير كيدايرين كيف هي الاجواء الاجواء الحمد لله جميله وتبارك الله مزيانه ونتمنوا التوفيق للشباب انهم يكونوا هو هذوك ان شاء الله نتيجه ايجابيه ان شاء الله ان شاء الله تك حداك ضحمه هل شويه لي ممك ليما فينا ستوري وارجعوا فحالكم راه حتى الوحده عاد تلعبوا لا لا يا خويا عمر ما حتى يدرك الجو السيستم الكار خسر اللي جاي في الباتاجات يلا واصل المرات ويلي يعني حيت طاح لي الصرف والله غيسالي اسامه وسيروا ارتاحوا حياكم الله الشباب والله يلاه بصح نهار بادي غير مصباح اش هاد الخويه جبتيه هنا يعني شي الصاك بخير الله يبارك فيك فايقين هكا قولي لنا قالت لك الله يبارك اخوان احنا جالسين حدا القاعه حنو اومود تكات هاد اللحظات وصلنا واحد الخبر اللي هو خبر غير مفرح خبر مع قيم تاكدنا من الصحه ديالو من الغلط ديالو نتاكدوا مع الكوتش يعطينا الخبر الزكيه ان شاء الله سي الكوتش بغيناك واحد التقيه جوج طابيه جوج طابيه قضيه ديال ديال, ديال بلاسترون الكترونيك دابا بالنسبه لاخي المستجدات قالوا لك سيدي راه بلاسترون الكترونيك جاي حيت المهم قالوا هما كاين روتر كاين روتر قال لك كاين جاي في الكار جاي شي حاجه هما كيقولوا الكار حنا ما عرفناش واش الكار واش جاي في الطياره حيت اليوم حتى اليوم كاين الفول ديال الطياره ديال العربيه ديال كازا قلميم يعني يقدر يكون مصيفطينو من الرباط الله اعلم المهم حنا كنقولوا هذا هو الاشكال اللي هذا هو الاشكال اللي كاين وقتاش غيوصل لينا جوج يلا غيوصل جوج يلا غادي يوصل المهم قول كاع جوج ونص غتبدا اللعب يعني حسبها مهم الى ساليتي في 10 الليل ما تقولها لحد ولا 11 الى ساليتي فما تقولها لحد ما تنساوش راه كاينين جوج ديال لي طابي ماشي وحده جوج جوج ديال لي طابي بطبيعه الحال الا بقاو وحده وبادين حتى ثلاثه نسالو حتى ثلاثه ديال الصباح ديال النهار الثاني ايوا كتشوفوا ديما قلمي مفاجات ديما المفاجات اول عصبه كتلعب الاقصائيات نهار الخميس ماشي نهار السبت ولا الحد ولا الاثنين نلعبوا اليوم الاقصائيات الحد الجاي غادي يلعبوا الناس ديال العيون الحد اللي من فوقه كاين الفينال يعني الوقت ضيق واحد الدرجه ما اول ما نلعبوا في هذا البيريود هذه وان شاء الله المهم غادوز الامور تمام حنا مكافحين باللي كانت غادي نصبروا وغادي نتعاونوا مع العصبه داكشي اللي دات كاينين اكراهات عارف اللي كاين ما علينا غير نصبروا واللي اللي دات الحمد لله نقول الحمد لله اللهم ارزقنا خيرا وبعيد عنا شرهم وخليهم لله كاين شنو جبتو؟ صافي فرقتو طمستو الكارطة انا جاي رجعنا للصال مرة ثانية عاوتاني حيت باقي ما بدا اللعب والمسائل ديال لورغانيزاسيون باقي موقفة كما كتشوفوها طلعت الشمس الشمس طلعت علينا تما ما يمكنش نبقاو تما والقاعة مسدودة ما خلوناش ندخلو هذا الشيء متعودين عليه وكنا ديجا داين احتمالات غادي يقعوا شي حوايج ما عمرنا شفناهم لكن كل شيء خصك ديرو على فوق وستيلو خصك دير توقع اي حاجه هذا الشيء كيوقع ولكن خلاص في الفينال كيكون داك الشيء بروفيسيونيل ولا بحال البطولات اللي هما وصلنا فين حنايا متعودين على هذا الشيء وغادي نصبروا ان شاء الله باش ما كان النهار كامل غادي نبقاو حتى يتلعبوا هاد الاقصائيات واخا نلعبوهم بالسيستيم نورمال نلعبو غير بواقو ستيلو حتى حنايا حتى السيستيم ديال واقو ستيلو دوزناه اي 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 طريقه غادي تلعبوا بها هاد الاقصائيات حنايا على الراس والعين وما علينا غير نتعاونوا ونصبوا باش يدوز هاد الشيء فاقل الاضرار هاد الشيء اللي كاين الدايه وما
كما كتشوفوا شي داي باقي منتشرين. سي الكوتش كان شي مي حنا دابا كنرجلو الغداء. الغداء يعني دابا الغداء غنتغداو هنا؟ لا كاملين. ماشي كاملين سا دي بون على حساب الشركه. شنو بغات دير معانا؟ واش غتدينا كاملين ولا غير داكشي بالكوطا؟ هو الكوطا. الكوطا تما فين غنات امي كلثوم تما فين غات دسرا ما كيطلعوش معايا فاز كلشي. البطل ديال نادي الصمت البطل المستقبلي ان شاء الله. نشوفكم ما نطولوش عليكم تنتلاقاو في القاعة ان شاء الله. سالينا البريباراسيون دابا ديال الماتش الاول. دوماج غنطيح مع واحد الدراري كان لعب معايا شحال هادي. جابتنا الصدفه دابا ما عندنا ما نديرو. هادشي يكتب الله. نلعبو الماتش الاول واخا قاصحه شويه مع الهدايه اللي ربح مع بابولي. بريباريت سخنت تشوف الماتش الاول ان شاء الله باش يجوز من بعد نتلاقاو. رجعنا لكم عاوتاني. ايوا قدر الله وما شاء فعل. من فاكتور شي حاجه شي جديده. داكشي كان عندي ديجا قديم. ضربت باقي روند الاول يعني باقي الماتش الاول ضربت اليد ديالي صافي ما قدرتش. حسيت عرفت بانني تكسر هذاك العظم صافي ما كاينش زدت فيها. مشيت درت بلاكا لقيت باقي الهز عندي. الطبيب قال لي ضروري خصك دير اوبيراسيون ضروري ان شاء الله غادي نطلع على كادير يمكن اليوم في الليل يمكن غدا ونشوفوا نديروا الاجراءات ديالنا تما ولا كانت امكانيه نديروا اوبيراسيون ان شاء الله نعدلوها باش نسدوا نحيدوا علينا هذا المشكل ديال هذا اليد. تا ابار على الكومبيتيسيون ديما في لاصال داي اللي كيتهناو معايا ديما كتقاص فيا واحد شويه ولا كنضرب بانش بالغلط كانت شوكه. هادشي راه قلت لكم العام فيت ودابا تعاود نفس الفيلم ما عندنا ما نديرو. خير وفريرة ان شاء الله. سي عبد الرحمن لا ميداي دور جاب الذهبيه تبارك الله لعب لي بون ماتش كاع الماتش كاملين واخا بعض المرات شويه كيتزكل ولكن رجع الماتش. فيليسيتاسيون كونغراتيليشن. الحمد لله احنا لعبنا طرينا الحمد لله ووجدنا الحمد لله والله ما خيبناش يعني صراحه الحمد لله. بعدا كاين داكشي اللي درنا داكشي داك الجد دخلنا في هاد الشهور اللي فات الحمد لله. اللي كيخدم راه كيوصل بغيتي تينيني وكتبقى تبكي راه ما جاتش لا نقصو ولا بغا شي حاجه. وان شاء الله عبد الرحمن ما شاء الله بانت الخدمه ديال داك التعب اللي دار. سي معاذ غادي يلعب دابا واحد شويه عنده واحد المباراه تقريبا فينال عنده الفينال ديريكت وتناقل من 80. نشوفكم ان شاء الله في التتويج ديال الابطال الاخرين ان شاء الله. شكرا. نعم.
على السي اسامه هنايا سال الفينال ديالو لعب فينال جاب لا ميداي دو الشهر ديالي مزيان خدمنا عليها تقادلنا السلامه جات من الخاوي ترينينا صباح بالليل البروغرام تبعناه مزيان الحمد لله فهمتي ما هادشي النتيجه اللي وصلنا لها راه ما جاتش بالخاوي يعني خدمنا عليها ما كاينش شي حاجه اللي ساهله و هاد لا ميداي دو راه كان هدا كاع الدراري صحابي اللي في لاصال وكان هدا الدراري صحابي اللي لاصال اللي قربوا بيبسي ابيدار الحيواني هادو اللي قربوا كان هدا لهم وشكرا للسيرينا اللي ما كيدير لنا لي فلوغ وكيدير لنا كل شيء في ارشيف عنده في ان شاء الله دابا ديالو دابا هاد الكاميرا بيت وحده واخا هكا جات الاصابه عادي ما كانش عليه كل شيء هادي المهم هو لا صار داير كل شيء كل نشاط عادي فليسيتاسيون شوفوا دايروا خير ان شاء الله وكون خير شوفوا الكلاسمون من بعد اللي كاين انا نضوا عليك ان شاء الله الكلاسمون في الخير معنا الحكم الوطني السيد خليه لنا الشهاب بارك الله غادي يعطينا الريزومي ديال ناحيه المضود ديال الابطال اللي شاركوا من ناحيه التحكيميه كيفاش كيشوف هاد النسخه ديال الاقصائيات كيفاش دازت على مستوى عصبه جميع موادنا تفضل معنا مرحبا اخيت اولا كنشكر السيد الامام وكنطلبوا له يعني الشفاء العاجل ان شاء الله لهاد الاصابه اللي تلقاها اليوم يعني من باب يعني اللجنه التحكيميه لولا هاد الحكام او هاد كل ديال الحكام اللي حكموا اليوم ما كانش غادي تكون هاد الاقصائيات نسبيا هاد النجم ما كانش غادي يعني واحد الدور كبير قاموا به هاد الحكام هاد يعني المنبر ومن خلال يعني الصفحه ديالكم سليمان كنوجهوا كل الشكر والتحايا والتقدير وكنرفعوا يعني القبعه ديال الاحترام لهاد الحكام لا الحكام ديال الجونة من العيون ساكن الحمراء ولا الحكام ايضا اللي جونا من اصلصوص ماسك بزاف ديال الاكراهات بزاف ديال الاكراهات وهذا ما كان عيبه هذا هو ما كان عيبه على جهه الجامعه الوسطيه وهذه رساله كنبلغوها ليها باش توفر واحد الامكانيات واحد المعدات الالكترونيه اللي كترقى المستوى ديال التطلعات ديال هذه الاسره ديال التطوان على العموم كنشكروا المدربين اللي تصابروا بيناتهم واللي حتى هما قدموا واحد الروح رياضيه كبيره يعني باش يكون هذا التحكيم في هذه المعدات في هذا المستوى هذا ويرضى الممارس او يرضى يعني المدرب ديالو هي الغايه راه ماشي للسهل هنا كنلقاو ان كاين واحد التواصل كبير وكاين واحد الاحترام وكاين واحد التقدير من بين المدربين ومن بين الحكام هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم اليوم بالمناسبه كنهنوا جميع المشاركين المتوجين الابطال اللي توجوا وايضا المشاركين اللي ما ساعدتهمش الفرصه ما ساعدتهمش الحظ انهم يعني يتوجوا مرة قادمة ان شاء الله ان شاء الله يكون كان اشكركم انتم وعرفنا المجهود القائم اللي قمتوا عليه والاشتراك الوطنيه ومن خلال الجمعيه العتيده ديالكم الصمود كنشجعكم हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया I just want you to be happy.